اليوم كان اول كونتاكت بيننا وبين رؤساء المسيرين تاع الانديه بصفه عامه، الانديه المحترفه. الحمد لله كان الامر الاول هو انه الكالندري كانت خرجناها بشفافيه كما تفهمنا، انه يشاركوا جميع المسيرين تاع الانديه في القرارات الكبرى تاع البطوله. نعرفوا دوكا احنا ابري كمكتب رابطه جميع العوائق اللي راهي تعيق التطور تاع الانديه فير الاحتراف. ان شاء الله نديروا يدنا في يد جميع المسيرين، ان شاء الله نحمروا لهم وجوههم لانهم داروا فينا الثقه. احنا نمثلهم اليوم ديفون الهيئات الرياضيه، احنا اليوم نعملوا ليل نهار اننا نذلوا جميع العقبات اللي تصادف الانديه.